اسمه سيل انجن. شابتر اسمه ايه؟ الشابتر بتاعنا ده اسمه سيل انجن. واضح من عنوان الشابتر انا هتكلم عن ايه؟ احنا هنتكلم عن الانجري اللي بتحصل على مستوى الخلايا. يا ترى يا دكاتره الخليه لو تعرضت للانجري ايه التغيرات اللي هتحصل على مستوى الخليه؟ ايه الضرر اللي هيحصل في الخليه؟ ازاي الخليه دي هتتضرر بسبب الانجري اللي وقع عليها؟ ويا ترى التغيرات دي او الضرر ده هيبقى ضرر ريفرسيبل ولا ايرريفرسيبل؟ يعني ايه الفرق بين ريفرسيبل وايرريفرسيبل؟ يا ترى الخليه لما تتضرر هل ممكن ترجع سليمه تاني، ولا لما تتضرر كده خلاص باظت وما عادش ينفع ترجع سليمه تاني؟ يبقى بشكل عام في شابتر السيل انجري احنا بندرس حاجات دقيقه على مستوى الخلايا. الشابتر ده بتكلم على مستوى الخلايا، الحاجات اللي بتضر الخليه، الإيريتانت أو الإنجري اللي بتحصل على مستوى الخلايا، إيه التغيرات اللي هتحصل في الخلية دي، ويا ترى التغيرات دي شكلها عامل إزاي، ويا ترى هي ريفيرسيبل ولا إيرريفيرسيبل؟ يعني الخلية ممكن ترجع نورمال تاني، ولا كده خلاص الخلية اتكلت على الله وما عادتش راجعة سليمة تاني؟ مبدئياً في قاعدتين مهمين لازم أقولهم في الأول، دول اللي هيفهمونا الدنيا ماشية إزاي. أول قاعدة عندي بتقول إيه؟ إن أي مرض في الدنيا، اي مرض بيبدا الاول على مستوى الخلايا، بيحصل مشكله في الخلايا. المشكله اللي في الخلايا بتنعكس على مين؟ على الاورجان، بتعمل مشكله في الاورجان. واول ما المشكله تحصل في الاورجان بيحصل كلينيكال اكسبريشن. يعني ايه كلينيكال اكسبريشن؟ ببدا انا احس بالتعب وبالمرض ده. يبقى اي مرض في الدنيا انا بشتكي منه بدا بمشكله على مستوى الخلايا. الخلايا لما حصل فيها مشكله انعكس على الاورجان ككل، ولما الاورجان ككل حصل فيه مشكله بدات انا اتعب وبدات انا اشتكي. يعني انا لو عندي دلوقتي مشكله في الكبد، عندي مرض في الكبد، المرض ده بدا على مستوى مين؟ الهيباتوسايت. الهيباتوسايت اتضرت وباظت. لما الهيباتوسايت اتضرت من الضر ككل، الاورجان كله، الليفر كله اتضر. لما الليفر كله اتضر وبدا شغله يبوظ، انا كعيان بدات احس بالتعب ده. يبقى اي مرض في الدنيا، دي القاعده اللي انا عايز اقولها، اي مرض في الدنيا دايما بيبدا على مستوى مين؟ على مستوى الخلايا. بيحصل مشكله في الخلايا فبتنعكس على الاورجان، وبالتالي بينعكس عليا وبيحصل كلينيكال اكسبريشن. المكيف ماله؟ برد؟ ده انا ميت من الحر. طيب قول له هات الريموت اعمله سوينج، يعمل الريش عشان توزع على الاورجان. هو سوينج اصلا؟ بلاش اعمله سوينج. اقول له يا عم يجيبه ما يعملوش سوينج. قاعده، ودي اهم قاعده وركزوا قوي فيها. لا في برد، ما تعليش درجه الحراره، يعني علي الريش لفوق شويه، خليها توزع على الارض ووقف لسوينج. هو معمول سوينج؟ طيب لا ارفعه بقى، ارفعه لفوق سنه ووقف لسوينج. القاعده دي بتقول ايه؟ في النورمال كونديشن من غير وجود اي مشاكل، في النورمال عندنا كلنا خلايا الجسم بتبقى موجوده في حاله اسمها سبيد ستيت، او بنسميها هوميوستيزيس. ايه قصه بقى الستيدي ستيت؟ الخلايا عايشه في حاله سيدي ستيت، بمعنى اصح اللي جاي على قد اللي رايح. يعني الخلايا في النورمال كونديشن من غير اي ستريس ومن غير اي انجري بتادي المطلوب منها. الجسم بيطلب منها مثلا ثلاث حاجات، بتادي الثلاث حاجات لا اكتر ولا اقل. العلاقه بينهم مستقره، العلاقه ثابته، مفيش فيها اي مشاكل. ده نظام الحياه اللي الخلايا ماشيه عليه، حاله ستيدي ستيت ما بتتغيرش. طول ما هي في النورمال كونديشن والله الجسم بيطلب مني 1 2 3 وانا بنفذ ال 1 2 3. هي دي حاله الستيدي ستيت او حاله الهوميوستيز. المشكله بتبدا من امتى؟ اول ما يحصل ستريس للخليه. يعني يحصل ستريس للخليه يبدا الجسم يطلب منها طلبات زياده. الجسم كان بيطلب منها 1 2 3، الجسم دلوقتي بيقول لها لا انا عايز 1 2 3 4 5. بدل ما كان بيطلب منها 3 طلبات بقوا 5، بقوا 6 طلبات. ساعتها الخليه بيحصل لها ايه؟ الخليه فعلا بتقدر تنفذ ال5 6 طلبات، بس لازم تتكيف على الوضع الجديد. بيحصل لها حاجه اسمها ادابتيشن. ايه قصه الادابتيشن او التكيف ده؟ الخليه بتبدا تعمل تغيرات في نفسها، تغير من شكلها، تغير من وظيفتها. هدف التغيرات دي ايه؟ انها تقدر تتكيف على الوضع الجديد وتقدر تقوم بالمهام الجديده اللي الجسم قال لها عليها. يبقى انا في النورمال كونديشنز في الستيدي ستيت معروف ان الخليه بتعمل 1 2 3 وشكرا، لا اكتر ولا اقل، اللي جاي على قد اللي رايح. دلوقتي الوضع اتغير، حصل مشكله او حصل ستريس، بقى الجسم طالب منها حاجات زياده. هتضطر انها تنفذ الحاجات الزياده دي، بس عشان تنفذ الحاجات الزياده لازم تعمل بعض التغيرات، لازم تتكيف على الوضع الجديد، تعمل ادابتيشن.
تغيرات في الشكل، تغيرات في الوظيفة، هدفها إنها تقدر توفي الطلبات. على سبيل المثال أنا كطالب في سنة تالتة طبعاً بفضل طول السنة لحد شهر خمسة لعب، لو بذاكر بذاكر ساعتين ثلاثة في اليوم، ده الستيدي ستيت بتاعي، أنا مكيف نفسي، أنا مظبط أنا على الوضع ده، ده الطبيعي بتاعي طول السنة، قاعد بلعب بخرج بحضر وهم ساعتين ثلاثة مذاكرة في اليوم. فجأة جدول الامتحانات نزل والامتحانات بعد شهر، انت كطالب هتعمل ايه؟ هتتكيف على الوضع الجديد، تبدا بقى تقلل خروج، تبدا تقلل تضييع وقت، بدل ما كنت بتذاكر 3 ساعات هتذاكر كام؟ 4 ساعات، بدل ما هم 3 بقوا 4، مش هقول 12 ساعة يعني، بدل ما بتذاكر 3 ساعات هتبدا تذاكر 6 ساعات، 7 ساعات على حسب ما تقدر، ده اسمه ايه؟ ده اسمه ادابتيشن، انت دلوقتي تكيفت على الوضع الجديد، في وضع جديد انت اتحطيت فيه، ان في امتحانات. ده ستريس عليك، هتتكيف عليه ازاي؟ تبدا تنظم امورك بقى، تبدا تزود مذاكرتك، تبدا تقلل تضييع الوقت وهكذا. كذلك الخلايا لو وقع عليها ستريس بتبدا تتكيف على الوضع الجديد، تعمل ادابتيشن للوضع الجديد، تغير من شكلها، تغير من وظيفتها عشان تقدر توفي الطلبات الجديده. المشكله الاكبر بقى لو الستريس زاد قوي. لو الستريس زاد قوي ساعتها الخليه مش هتقدر تعمل ادابتيشن، وساعتها هيحصل سيل انجري، الخليه هتتضرر لانها ما عادتش قادره تعمل ادابتيشن. في فرق لما اقول لك انت عندك امتحانات كمان شهر وانزل لك جدول امتحانات بين كل ماده والتانيه مثلا اسبوعين ثلاثه، ساعتها عادي، ايه المشكله؟ كمان شهر هبدا بقى انظم اموري وابدا اذاكر واخش الامتحانات. انما لو جيت لك انا دلوقتي قلت لك انت عندك بكره امتحان فارما نظري وعملي وشفوي، وتاني يوم اليوم اللي بعده امتحان باثولوجي نظري وعملي وشفوي، والتالت مايكرو نظري وعملي وشفوي، والرابع بارا نظري وعملي وشفوي، هل في واحد فيكم كلكم هيقدر يعدي الاربع مواد ويجيب امتياز؟ مستحيل. في ناس هتقدر، انا عارف في ناس هتقدر هتخلص اصلا اربع مواد في الصيف. لا انا قصدي كطالب عادي، الناس حبايبنا بتوعنا، هل في عقل بشري يقدر يحط نفسه في الاسترس ده ويقدر يخلص اربع مواد كاملين في اربع ايام؟ طبعا مستحيل، ده استرس فوق طاقتك انت، ساعتها انت مش هتقدر تعمل ادابتيشن، مش هتقدر تتكيف على الوضع الجديد، انت ساعتها هتسقط، يعني هيحصل لك انجري. كذلك الخليه، الخليه طول عمرها بتعمل ثلاث طلبات، والله لو بقوا خمسه سته ادابتيشن، هتتكيف على الوضع الجديد وتأدي الوظيفه، انما لو بقوا 20 طلب ساعتها الخليه مش هتقدر توفي اي حاجه من اللي مطلوبه منها، مش هتقدر تتحمل الاسترس ده، وساعتها هيحصل فيها ايه؟ سيل انجري. ربنا بيقول ايه؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الخلية برضو بتقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ما بتقدرش الخلية تتحمل ما لا طاقة لها به. ما بتقدرش حاجة تتحمل حاجة معدية الادابتيف كاباسيتي بتاعتها، معدية قدرتها على الادابتيشن. لو الليميت بتاعها اللي تقدر تعمل فيه ادابتيشن كان به. طب لو عدى الليميت ده، لو عدى الكاباسيتي بتاعتها، ساعتها هتضر وهيحصل سيل انجري. الشابتر ده كله يا دكاتره احنا طالعين سلم، احنا طالعين سلم خطوات متصاعده. اول درجه من درجات السلم ده الهوميوستاسيس، اللي هي الستيدي ستيت اللي النورمال سيل موجوده فيه. حصل استرس هتخش في ايه؟ ادابتيشن. الاسترس زاد قوي هتخش في ايه؟ في سيل انجري. امتى يحصل السيل انجري؟ لو خلاص قدرتها على الادابتيشن فشلت في انها تعمل ادابتيشن لان الاسترس ده كان عالي قوي. يبقى احنا هنمشي بمنطلق او بنظريه السلم في البرانش ده. اول خطوه عندي الهوميوستاسيس، ده عندنا كلنا. حصل مشكله الاستريس زاد ادابتيشن. حصل مشكله الاستريس زاد قوي، ساعتها مش هيحصل ادابتيشن، هيحصل ايه؟ سيل انجري. امتى يحصل سيل انجري والخليه تبدا تتضرر؟ لو الاستريس كان عالي قوي وعدى حته الادابتيف كاباسيتي، يعني عدى قدرتها على الادابتيشن. وزي ما قلت لكم من شويه السيل انجري ده ممكن يبقى ريفرسيبل، يعني انا لو شلت الاسترس الخليه هترجع سليم، وممكن يبقى ايرريفرسيبل. يعني ايه ايرريفرسيبل؟ حتى لو انا شلت الاسترس من على الخليه خلاص الخليه ماتت، خلاص الخليه ايه؟ ماتت، انتهت. ايرريفرسيبل. القانون ده مهم جدا، وده اللي احنا هنمشي عليه، وده اللي احنا هنمشي عليه. دايما ابقى متخيل موضوع السلم بتاعي، السلم هوميوستاسيس، بعدها ادابتيشن، بعدها انجري. الانجري بتبدا ريفرسيبل، بعد كده بتبقى ايه؟ الدرجه الاعلى ايرريفرسيبل سيل انجري. نبدا بقى نتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل. طبعا الهوميوستاسيس مش هنتكلم عنها لان ده نورمال كونديشن موجود في الخلايا كلها، ده ما يهمنيش.
انا ما يهمنيش النورمال، انا يهمني التغيرات دلوقتي. اول حاجه بتحصل عندي هي حته مين؟ الادابتيشن، اللي بالعربي معناها ايه؟ التكيف. موضوع الادابتيشن يا دكاتره هيتشرح بالتفصيل في شابتر التيومر. اول جزء في شابتر التيومر هناخد فيه حوالي 7-8 ورقات بنتكلم عن الادابتيشن ده بالتفصيل، بس احنا دلوقتي هناخد نبذه صغيره عن الادابتيشن عشان ان شاء الله لما يجي شابتر التيومر في اخر الترم يبقى احنا عارفين الكلام ده وعدى علينا قبل كده، فما ناخدش وقت في شرحه. يعني ايه كلمه ادابتيشن؟ كلمه ادابتيشن يعني تكيف. احنا قلنا الخليه السيل بتعمل تشينجز، تغيرات. تغيرات في ايه؟ في الشكل، في المورفولوجي وفي الفانكشن. بتعمل تغيرات في الشكل وفي الوظيفه. ليه يا دكاتره؟ عشان تحقق ستيدي ستيت جديده. ما هو دلوقتي الوضع اتغير، ما عادش ينفع تمشي على الستيدي ستيت القديمه، لازم تغير من نفسها وتعمل لها ستيدي ستيت جديده. نيو اند اولتر ستيدي ستيت، ستيدي ستيت جديده تحافظ على الفيتاليتي بتاعت الخليه. ما خد بالك لو الخليه ما عملتش ادابتيشن هتتضرر. انا لو عندي جدول امتحانات، امتحانات كمان اسبوعين، وفضلت اذاكر برضه نص ساعه في اليوم زي طول السنه، وانا هسقط. كذلك الخليه لو ما قدرتش تتكيف على الوضع الجديد ما هيحصل فيها انجري. يبقى هدف الخليه من ادابتيشن انها بتعمل حمايه ليها عشان تحقق لنفسها ستيدي ستيت جديده، تتكيف على الوضع الجديد، تقدر تحقق الحاجات اللي مطلوبه منها. يبقى الادابتيشن التكيف ده تغيرات تحصل على مستوى الشكل وعلى مستوى الوظيفه. تغيرات بتحصل على مستوى الخلايا لما تتعرض لستريس. طب ليه بتعمل التغيرات دي؟ عشان تحقق ستيدي ستيت جديد، عشان تبدا تتكيف على الوضع الجديد. هدف التكيف ده ايه؟ انها تحافظ على الفيتاليتي بتاعتها وتقدر تحقق المطالب اللي مطلوبه. الادابتيشن يا دكاتره اربع صور. الادابتيشن اربع صور: هايبر تروفي وهايبر بليزي واتروفي وميتا بليزي. اربع حاجات او اربع امثله للادابتيشن. سؤال انيوميريت مهم: هايبرتروفي، هايبربليزيا، واتروفي، وميتا بليزيا. خدوا بالكم ساعات بتتنطق بليزيا وساعات بتتنطق بليجيا، يعني ده او ده صح، النطقين صح، بليزيا او بليجيا صح. هايبرتروفي، هايبربليزيا، واتروفي، وميتا بليزيا. عايزين نعرف قاعده عامه عن الادابتيشن. تفتكروا الادابتيشن ده ريفرسيبل ولا ايرريفرسيبل؟ ريفرسيبل طبعا، ريفرسيبل. ما هو لما الاسترس يروح الخليه هترجع لمين؟ لاول درجه ثاني، للهوميوستاسيس بتاعها. اول ما جدول الامتحانات يخلص هل هتفضل تستمر في مذاكره 7-8 ساعات في اليوم؟ لا خلاص، هرجع بقى الوضع القديم، هرجع العب وهرجع اخرج واعيش حياتي ثاني. يبقى كل الادابتيشن ريفرسيبل. طول ما الاسترس موجود الخليه عامله ادابتيشن. طب لو الاسترس راح ساعتها الخليه بترجع للوضع الطبيعي بتاعها اللي هو الهوميوستاسيس. اول مثال عندي للادابتيشن هايبرتروفي. كلمه هايبر يعني ايه؟ ها، زياده. هايبرتروفي يعني زياده في حجم الخلايا. هايبرتروفي زياده في حجم الخلايا، الخليه بتكبر في الحجم بالمنظر. يعني لو جيت مثلا على اورجان في ثلاث خلايا، قلنا الاورجان ده حصل فيه هايبرتروفي. الاورجان هايبرتروفي معناه ان حجم الاورجان زاد بسبب زياده في حجم الخلايا ولا في عدد الخلايا؟ في حجم الخلايا. يبقى حجم الخلايا لما بيزيد ده هايبرتروفي، سواء الخليه تزيد في الحجم او ان الاورجان يزيد بسبب زياده في حجم الخلايا. انكريز السايز بتاع السيل هو ده الهايبرتروفي. اشهر مثال يا دكاتره الهايبرتروفي، طبعا الهايبرتروفي له امثله كتير، والهايبربليزيا كتير، والاتروفي كتير. كل ده هناخده بالتفصيل في مين؟ كل ده هناخده في التفصيل في التيومر، بس انا جبت لكم اشهر مثال على كل حاجه عشان نفهم كل مصطلح. الكتاب بتاعنا جه عند حته الادابتيشن دي في السيل انجري وكتب دول اسامي بس: هايبرتروفي وهايبربليزيا واتروفي وميتابليزيا، لان شرحهم جاي بالتفصيل بعد كده. بس عشان احنا نفهم الكلمات دي لازم اديكم مثال على كل حاجه. اشهر مثال على كل حاجه فين؟ عشان بقى ان شاء الله لما نيجي في شابتر تيومر ما حدش يقول لي انا مش عارف يعني ايه هايبرتروفي ولا عارف يعني ايه هايبربليزيا. لا، الكلام ده بتاعنا قبل كده، التعريف ومثال كمان على كل واحد. اشهر مثال يا دكاتره للهايبرتروفي الناس اللي بتروح الجيم. دلوقتي انا واحد بروح الجيم، هدفي ايه لما اروح الجيم؟ انا عايز اكبر عضلات، صح؟ واحد بيروح الجيم عشان يربى عضلات والعضلات هتكبر. طب العضله بتكبر، مش العضله ده تيشو او اورجان بيتكون من ايه؟ من مسل فايبرز. انا عندي احتمالين: يا اما العضله تكبر بسبب زياده في حجم المسل فايبرز،
او زياده في عدد المسل فايبر. طبعا مفيش حاجه اسمها زياده في عدد المسل فايبرز، حد عارف ليه؟ لان المسل عباره عن ايه؟ بيرمننت سيل، مستحيل تزيد في العدد. المسلز السكليتال مسلز دي بيرمننت سيلز، خدناها في الربايه، ما بتزيدش في العدد، ما بتنقصمش. عشان كده العضله لما بتكبر بتكبر عن طريق الهايبرتروفي، ان المسل فايبرز بتزيد في الحجم فالعضله بتكبر. طب هي ليه العضله كبرت؟ لانها وقع عليها ستريس. مين الاستريس اللي وقع عليها؟ الاوزان اللي انا بشيلها. دلوقتي طول عمري انا العضله بتاعتي متعوده انها اخرها تشيل كيلو طماطم وانا مروح، ده عادي، ده هوميوستاسيس، مفيش فيه اي مشكله. فجاه رحت الجيم، بدل ما كانت بتشيل كيلو واتنين كيلو بقت بتشيل 30 40 كيلو. لازم تتكيف على الوضع الجديد. ازاي تقدر تتكيف على الوضع الجديد وتشيل الاوزان الثقيله دي؟ تعمل ادابتيشن في انها تعمل هايبرتروف، تزود في حجم المسل فايبرز عشان تقدر تشيل الاوزان الثقيله. يبقى الاسترس هنا الوزن الثقيل. طب الادابتيشن اللي حصل او التكيف اللي حصل عليه، ها، زياده في حجم مين؟ الخلايا او الهايبرتروف. طب لو انا بطلت اروح الجيم والاسترس راح، هل هتفضل العضله كبيره زي ما هي ولا هتكش؟ هتكش تاني. عشان كده بنقول ان الادابتيشن ده ريفرسبل. لو الاسترس راح الادابتيشن هيروح والعضله هترجع تشيل 2 كيلو طماطم تاني. نفس الكلام اهو. يبقى اشهر مثال للهايبرتروفي الناس اللي بتروح الجيم بتربي عضلاتها، بيحصل هايبرتروفي في العضله عشان بتشيل اوزان، ولو بطلت تشيل اوزان العضله هتكش تاني. تاني مثال عندي يا دكاتره هايبربليزيا، ومن اسمها هايبربليزيا يعني زياده في مين؟ في عدد الخلايا. زياده في عدد الخلايا، ان الخليه تزيد في العدد. لو عندي مثلا اورجان عباره عن ثلاث خلايا، لما يحصل فيه هايبربليزيا الثلاثه بيبقوا ايه؟ بيزيدوا في العدد، يبقوا 6 او يبقوا 10 او يبقوا 100. يبقى فكره الهايبربليزيا بتتمثل في زياده عدد الخلايا. طب الخلايا بتزيد في العدد ازاي؟ بالميتوتيك ديفيجن. سؤال، انهي خلايا ممكن يحصل فيها هايبربليزيا؟ اللابايل والستيبل. مستحيل يحصل في مين؟ في بيرنا. ده كلام ريفيرا اهو. اللابايل بيحصل فيها هايبربليزيا لانها اصلا بتنقسم طول الوقت. الستيبل ممكن يحصل فيها هايبربليزيا، انما البيرمننت مستحيل يحصل فيها هايبربليزيا لانها ما بتعملش ميتوتيك ديفيجن على الاطلاق. من امثله مشهوره يا دكاتره للهايبربليزيا اللاكتيتنج بريست. في النورمال كونديشنز، في النورمال كونديشنز من غير وجود بريجننسي ومن غير وجود لاكتيشن، هل البريست ده مطالب انه يعمل ميلك سكريشن؟ لا. يبقى البريست موجود في حاله ستيدي ستيت، مش مطلوب منه اي حاجه. حصل حمل وولاده وبقى البريست مطلوب منه انه يعمل ميلك برودكشن، مش ده ستريس على البريست؟ ساعتها البريست لازم يتكيف على الوضع الجديد. بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه هايبربليزيا. بيبدا البريست عدد الخلايا جواه اللي بتطلع ميلك بتزيد. الجلاندز اللي جوه البريست والخلايا بتاعتها بتبدا تزيد. تزيد ليه؟ عشان تقدر تفرز كميه الميلك الكافيه للبيبي ده. يبقى بيحصل يا دكاتره هايبربليزيا في البريست في اوقات اللاكتيشن. الاسترس اللي هنا مين؟ ان في بيبي محتاج ميلك، يعني البريست عايز يطلع ميلك في الوقت ده. طب الادابتيشن هيحصل ازاي؟ ازاي البريست هيتكيف على الوضع الجديد اللي بقى فيه انه هيعمل هايبربليزيا؟ هيزود عدد الخلايا عشان يزود انتاج الميلك. طب لو حصل وينينج، الطفل اتفطم والبريست ما عادش مطلوب منه انه يطلع ميلك، ساعتها البريست هيرجع لايه؟ لوضعه الطبيعي. ساعتها البريست هيكش ويرجع لوضعه الطبيعي. يبقى في وقت البريجننسي واللاكتيشن وقت الاسترس بيحصل هايبربليزيا. طب لو الاسترس راح والطفل اتفرطم وما عادش مطلوب منه ميلك برودكشن، ساعتها هيرجع للهوميوستاسيس او هيرجع لوضعه الطبيعي. برضو عندنا بعض الاورجانز في الجسم او بعض التيشوز اللي لو حصل ديستراكشن في جزء منها الجزء الباقي بيعمل حاجه اسمها كومبنساتوري هايبربليزيا عشان يعوض وظيفه الجزء اللي باظ. ده برضه ستريس وقع عليه ان فيه شغل منه مطلوب كتير، فبالتالي بيزود عدد الخلايا عشان يقدر يوفي شغل الجزء اللي باظ. عندي بعد كده يا دكاتره مصطلح اسمه اتروفي. اتروفي يعني نقص. يا ترى نقص في الحجم ولا نقص في العدد؟ في الاثنين. نقص في حجم الخلايا ونقص في عدد الخلايا. هايبرتروفي عكسها ايه يا دكاتره؟ عكسها اتروفي. طب هايبربليزيا عكسها ايه؟ ما حدش يقول لي ابليزيا. هايبربليزيا عكسها اتروفي برضه. يبقى اتروفي دي عكس الهايبربليزيا وعكس كمان الهايبرتروفي. سواء نقص الحجم او نقص العدد
هسميه اتروفي. المثال اللي لسه قايله دلوقتي حالا، البريست بعد الويننج، بعد ما يحصل فطام البريست بيحصل فيه ايه؟ اتروفي، يعني عدد الخلايا بيكش وبيرجع للعدد الاصلي. برضو يا دكاتره عندنا قاعده بتقول العضو الذي لا يستخدم يطمر. لو في عضله مشلوله مش وصل لها نيرف امبلس ساعتها ما بتستخدمش وساعتها بيحصل فيها اتروفي. اتروفي يعني ايه؟ يعني حجم الخلايا بتاعتها بيكش، يبقى يا اما الحجم يقل يا اما العدد يقل، الاثنين بقول عليهم اتروفي. هو مكتوب عندكم الحجم بس ممكن ازود عليها النمبر برضه. كده كده التعريفات اللي مكتوبه عندكم دول لا يعتد بها، لان التعريفات التفصيليه هتتاخد اصلا في شابتر التيومر. دي كده مقدمه او مثال كده على كل حاجه. يبقى الاتروفي قلنا مثال له الويننج بريست بعد ما يوقف لاكتيشن، مثال برضه العضله المشلوله، مثال الايدجين الناس العواجيز. دي حاجه فيسيولوجيكال بتحصل في الناس كلها. تلاقي الواحد في شبابه كان ضلفه وتلاقيه لما عجز بقى قد كده اهو. ليه؟ في هو بيعجز، هو بيعجز في سينيليتي، في فيسيولوجيكال بروسيس بتحصل في الجسم ان بيبدا يحصل فيسيولوجيكال اتروفي، هو خلاص بيودع، فبيبدا يحصل اتروفي في السيستم وفي العضلات وفي السبكوتينيوس تيشو بتاع الجسم. فبتلاقي الشخص ده بعد ما كان ضلفه في شبابه بقى رفيع سفرته كده في وهو عجز. يبقى الاتروفي عكس الهايبرتروفي وعكس كمان الهايبربليزيا. الكلمه بقى اللي محتاجه شرح شويه ويا ريت تركزوا معايا فيها، الكلمة اللي محتاجة شرح شوية وياريت نركز فيها، الميتابوليزم. يعني ايه كلمة ميتابوليزيا؟ كلمة ميتابوليزيا يعني الخلية تقلب. يعني ايه تقلب؟ لو خلية ايبيسيليوم تقلب لايبيسيليوم تاني من ايه؟ من نوع تاني. لو خلية ميزنكايمال كونكتيف تيشو تقلب لخلية ميزنكايمال تاني. اديني كده مثال. لو عندي خليه كولومبا مش ده ايبيسيليوم، قلبت سكويموس ده ميتابليزي. لو عندي مثلا خليه ميزنكايمال كارتريج قلبت بون ده ميتابليزي. ناخد بالنا يا دكاتره ان مفيش حاجه اسمها ان ايبيسيليوم يقلب ميزنكايم او ميزنكايم يقلب ايبيسيليوم، مفيش حاجه اسمها كده. هي الايبيسيليوم بتقلب لايبيسيليوم من نوع تاني، او خليه ميزنكايمال تقلب لخليه ميزنكايمال من نوع تاني. مثلا عندي سبيل المثال كولومبا ايبيسيليوم قلب سكويموس ده كده ميتابليزي. لو عندي مثلا خليه ميزنكايمال كارتريدج قلب بون ده برضه ميتابليزيا. عندي امثله كتير للميتابليزيا هناخدها في شابتر التيومر، بس اشهر مثال على الاطلاق للميتابليزيا المدخنين. اشهر مثال واشهر ناس بيحصل فيهم ميتابليزيا المدخنين. نركز كده، انا عندي الريسبيراتوري تراكت. ركزوا معايا في المثال ده قوي. انا عندي الريسبيراتوري تراكت، فاكرين الهيستولوجي الريسبيراتوري ايبيسيليوم نوعه ايه؟ فاهم جمله طويله دي؟ سودو ستراتيفايد كولامنر سيليتد ايبيسيليوم ويز بوليسيل. سودو ستراتيفايد كولامنر سيليتد ايبيسيليوم ويز بوليسيل، يعني بالاخر الريسبيراتوري ايبيسيليوم ده نوعه ايه؟ نوعه كولامنر. الناس المدخنين الدخان بيعدي على الريسبيراتوري ايبيسيليوم، هو الدخان بينزل في الريسبيراتوري تراك فبيعدي على الريسبيراتوري ايبيسيليوم. الدخان ده ضار للريسبيراتوري ايبيسيليوم، بيعمل له اريتيشن، مضايق الريسبيراتوري ايبيسيليوم. الريسبيراتوري ايبيسيليوم بيفضل يتحمل 10 سنين 15 سنه، بعد مرور سنين طويله بيبدا الايبيسيليوم ده يغير في شكله، يبدا يعمل ادابتيشن، يبدا يغير في شكله ويتحول من كولومنر ايبيسيليوم لستراتيفايد سكويموس ايبيسيليوم. بيحصل حاجه اسمها سكويموس ميتابليزيا. يبقى تاني اشهر مثال في السموكرز في المدخنين، بعد مرور سنين طويله الكولومنر ايبيسيليوم اللي موجود في الريسبيراتوري تراك قلب مين؟ سكويموس ستراتيفايد سكويموس ايبيسيليوم. ساعتها بسمي الحته دي سكويموس ميتابليزي. عندي بقى كم معلومه عايز اطلع منهم بالكلام ده. اول معلومه بتقول ايه؟ ان الميتابليزيا بتتسمى على اسم الايبيسيليوم القديم ولا الجديد؟ الجديد. يعني لو قلت لك سكويموس ميتابليزيا معناها ان في ايبيسيليوم من نوع معين قلب سكويموس. طب لو قلت لك كولامنر ميتابليزيا معناها ان في نوع ايبيسيليوم من نوع معين قلب كولامنر، وهكذا. يبقى دي اول معلومه عايزكم تعرفوها، ان الميتابليزيا بتتسمى على اسم الايبيسيليوم الجديد. طب تاني معلومه او تاني سؤال لازم اساله، هو ليه اصلا الميتابليزيا حصلت؟ يعني ايه الهدف من ان الميتابليزيا دي تحصل؟ حمايه. يعني ايه حمايه؟ دلوقتي الريسبيراتوري تراكت مخنوق، حصل له اريتيشن بسبب الدخان،
عشان يحمي نفسه من الدخان ده قلب لمين؟ قلب الاستراتيفايد سكويموس إبيسيليم. طب السؤال الأهم هنا، إشمعنى الاستراتيفايد سكويموس إبيسيليم؟ ليه ما قلبش مثلا للترانزيشنال؟ إشمعنى الاستراتيفايد سكويموس إبيسيليم؟ ليه ما قلبش لأي نوع تاني؟ إشمعنى النوع ده بالذات؟ خدوا بالكم يا دكاترة، جسمنا من بره متغطي بسكين، إشمعنى السكين ده ربنا خلقه استراتيفايد سكويموس إبيسيليم؟ لأنه أقوى أنواع الإبيسيليم على الإطلاق، ده طبقات 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 فوق بعض، بيحمي من أي حاجة تحاول تعمل له اختراق بنتريشن. برضو يا دكاترة، الريسبيراتوري تراكت ده الدخان معدي عليه بيضره، فراح جاي حاطط فوقه قلب الإبيسيليم لأقوى أنواع الإبيسيليم على الإطلاق اللي هو الاستراتيفايد سكويموس إبيسيليم، عشان يحمي نفسه من تأثير الدخان اللي معدي عليه. يبقى الميتابليزي هنا حصلت لهدف كويس ولا هدف وحش؟ هدف نبيل، ان الريسبيراتوري تراكت عايز يحمي نفسه من تاثير الدخان، فغير الكولمنر لمين؟ للسكويموس. طب تفتكروا الشخص ده لو بطل تدخين هيحصل ايه؟ السكويموس هيرجع تاني كولمنر، لان الميتابليزيا يا دكاتره ريفرسيبل زيها زي اي نوع من الادابتيشن. لو بطلت تدخين ساعتها هيرجع كولمنر تاني. احنا قلنا الميتابليزيا هنا بتحصل لهدف نبيل عشان يحصل بروتكشن، بس الكارثة في ايه؟ الكارثة ان ممكن ده يقلب مالجنانت بعد كده ويعمل كانسر. الميتابليزيا من ضمن الحاجات اللي بيبقى فيها ريسك عالي جدا للكانسر، يعني ممكن الشخص ده بعد ما حصل له سكويموس ميتابليزيا لو ما بطلش تدخين ساعتها هيحصل كانسر في المكان ده. بعد 15 سنة تدخين بعد 15 سنة تحاول استراتيجية استنى كمان، لا 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 مش الدرجات دي، لا بيحصل بسرعه. وخدي بالك في العام بشكل عام القلبه دي ما بتطلعش، لان اللي بيقعد يدخن 15 سنه مش هيجي بعد 15 سنه يبطل. هو اصلا ما بيحسش ان حصل جواه ميتابليزيا، هو ما بيبقاش يحس الا لما يحصل ايه؟ كانسر، يوم لا ينفع الندم. انما في الوقت ده حته انه يرجع تاني ده حته نظريه اصلا في المدخنين بالذات، لانه في العادي اللي بيقعد يدخن 10 15 سنه مش هيجي بعدهم يبطل. فاهمين قصدي؟ انما لو بطل لا بيرجع في وقت اسرع من الوقت اللي قلب فيه، لان على فكره هو طول ال 15 سنه هو اصلا كولمنر مش بيتحول خليه بخليه، هو بعد فتره قلب. القلبه دي كانت سريعه مش بطيئه ولا حاجه، يعني هو استنى فتره طويله كولمنر، لما جه يقلب قلب في فتره قليله، فلما هيجي يرجع هيرجع في فتره قليله. المشكله في ايه؟ ان في وقت الميتابليزيا دي ممكن الحقه اقول له بطل تدخين كل حاجه هترجع سليمه. طب لو ما بطلش ساعتها الحاجه اللي كانت ريفرسيبل هتبقى ايرفرسيبل، الخلايا هتخرج بره سيطره الجسم وتبدا تنقسم وتعمل لي كانسر في اللنج. يبقى انا دلوقتي كدكتور عرفت ازاي السجاير بتجيب كانسر في اللنج، ازاي السجاير بتعمل سكويموس ميتابليزيا بعد كده بيحصل كانسر، بيطلع ما بيطلعش من الكولمبا، الكانسر بيطلع من الخلايا السكويموس. طب يا دكتور الباسيف سموكينج ده برضه بيعمل كده؟ نعم الباسيف سموكينج له اضرار، بس ما توصلش انه يحصل الكلام ده. الباسيف سموكينج له اضرار اه، بس ما توصلش للكلام ده. وخدوا بالكم برضو عشان ما نخشش في تفاصيل، الكانسر ملوش قوانين على فكره. في كانسر لانج بيجي في مين من غير ما تكون بتدخن اصلا، وفي ناس بتدخن وبتعيش وتموت 30 40 سنه مدخنه وما بيجيلهاش كانسر. فالموضوع الكانسر لما ناخد في شابتر التيومر ما فيهوش 1+1=2. ممكن اقعد انا ادخن 30 40 سنه ما يجيليش، وممكن ادخن سنتين ثلاثه ويجيلي، ممكن في ميل ما بتدخنش اصلا ولا حتى بس في سموكينج ويجيلي، وممكن واحد ما بيدخنش ويجيله. الموضوع ملوش قواعد، احنا بنقول على الحاجات اللي بتحصل. في معظم الحالات المدخن اللي بيدخن سنين طويله بيحصل له ميتابليزيا وممكن يقلب بعد كده ايه؟ بكانسر. فهمتي؟ فحته الباسيف سموكينج يجيب ولا ما يجيبش، العيب ما بيبقاش في السموكينج على قد ما هو في الشخص نفسه. الشخص بيبقى جينيتيكالي بريدسبوزد انه يجيله كانسر حتى لو ما دخنش، يعني هو مكتوب له انه يجيله كانسر حتى لو ما دخنش. التدخين هو اللي سرع الموضوع. ممكن من غير تدخين خالص واحده في ميل تيجي لها كانسر. العيب هنا في مين؟ فيها هي. الجينيتيكالي حصل لها ميوتيشن، قصه طويله هنقولها في التيومر ان شاء الله. يبقى انا دلوقتي عايز اوصل بالمثال ده افهم يعني ايه ميتابليزيا. ابيسيليام قلب لابيسيليام تاني، او ميزنكايم زي مثلا الكارتريدج قلب لميزنكايم تاني زي البوب، وهكذا. اشهر مثال السكويموس ميتابليزيا اللي بتحصل في الريسبيراتوري ابيسيليام في الناس مين؟ في الناس اللي سموكرز. كده يبقى احنا خلصنا الادابتيشن بالاربع مصطلحات بتاعت هايبربليزيا وهايبرتروفي واتروفي وميتابليزيا. افتكر دايما ان كل صور الادابتيشن ريفرسيبل ولا ايه ريفرسيبل؟ ريفرسيبل. الله ينور عليك. طيب اصحى اصحى يا نايم.
نرجع للسلم بتاعنا. نرجع للسلم بتاعنا. اول درجه من درجات السلم الستيدي ستيت اللي بسميها هوميوستاسيس. طلعت درجه دخلت في ادابتيشن. بعد كده الدرجه اللي بعدها هي مين؟ السيل انجري. السيل انجري برضو تغيرات، بس التغيرات دي طبعا تغيرات ضاره، دي انجري. تغيرات بتحصل في الخليه على مستوى مين؟ الشكل المورفولوجي والفانكشن لما تتعرض لستريس. نفس التعريف قلناه في الادابتيشن، تغيرات بتحصل على مستوى الخليه لما تتعرض لستريس. السيل انجري برضو تغيرات بتحصل على مستوى الخليه لما تتعرض لستريس، بس الفرق هنا ايه؟ ان الستريس ده كان كتير قوي لدرجه انه عدى الادابتيف كاباسيتي. يعني ايه كلمه ادابتيف كاباسيتي؟ قدره الخليه على الادابتيشن. الستريس كان عالي قوي لدرجه ان الخليه ما قدرتش تعمل ادابتيشن، او ان الخليه من اول اصلا ما تقدرش تعمل ادابتيشن، هي من اول ما بتقدرش تعمل ادابتيشن. بس طبعا المثال الاشهر حته الادابتيف كاباسيتي. يبقى دلوقتي الاستريس لو استريس خفيف ممكن يدخلني في ادابتيشن، انما استريس لو كان عالي قوي ساعتها هيدخلني في مين؟ هيدخلني في سيل انجري. يبقى الاستريس لو كان عالي عدى الادابتيف كاباسيتي بتاعت الخليه، ساعتها انا بخش في سيل انجري. ايه هي اسباب السيل انجري؟ اسباب السيل انجري مفاجاه هيها اسباب الانفلاميشن. بالظبط، خد اسباب الانفلاميشن حطها في اسباب السيل انجري. صح، فاكرين اسباب الانفلاميشن اللي خدناها في اول حصه؟ انواع الايريتال انفكشوس ونون انفكشوس. انفكشوس زي مين؟ بكتيريا، فيروسات، فنجاي، بارازايتس. طب نون انفكشوس حاجات فيزيكال، حاجات كيميكال وهكذا. حاجات فيزيكال زي ايه؟ في السيل انجري اركز قوي على حته الهايبوكسيا. من اشهر الحاجات اللي بتعمل سيل انجري هايبوكسيا. يعني ايه هايبوكسيا؟ نقص الاكسجين اللي رايح للخلايا. ده اكتر حاجه ممكن تحط الخليه في ستريس، ان الاكسجين اللي وصل لها قليل. ساعتها الخليه ممكن تعمل ادابتيشن، لو ما قدرتش والهايبوكسيا كانت عنيفه ممكن يحصل لها سيل انجري، يا اما ريفرسيبل يا اما لو كانت عنيفه قوي هتبقى الريفرسيبل والخليه هتموت. يبقى الهايبوكسيا من اشهر اسباب السيل انجري. طب ايه اللي يعمل هايبوكسيا في الخلايا؟ حاجه من ثلاثه، يا اما اسكيميا. يعني ايه دكاتره اسكيميا؟ نقص الدم اللي وصل للخليه فالاكسجين هيقل. يا اما انيميا. يعني ايه انيميا؟ الهيموجلوبين هو اللي قليل، الدم بيوصل بكميه كافيه بس الكواليتي بتاعه الدم قليله، لان الهيموجلوبين في الدم قليل وبالتالي كميه الاكسجين قليله. يا اما يا دكاتره تالت احتمال ريسبيراتوري بروبلم، مشكله في الريسبيراتوري سيستم، نقص الاكسجين اللي داخل الجسم. يبقى انا عندي مثلا الليفر حصل له هايبوكسيا. ايه اللي يعمل هايبوكسيا للليفر؟ اولا اسكيميا، الدم مش واصل للليفر كويس. ثانيا انا عندي انيميا وبالتالي الهيموجلوبين قليل فكميه الاكسجين في الدم قليله فالليفر حصل له هايبوكسيا. ثالث احتمال عندي مشكله في الريسبيراتوري سيستم، الجسم ما بيدخلوش هواء كافي وبالتالي ما بيوصلش اكسجين كافي للليفر فيحصل فيه هايبوكسيا. اركز قوي على حته الهايبوكسيا لان دي من اشهر الحاجات اللي ممكن تعمل لي سيل انجري. امثله حاجات ثانيه فيزيكال زي ما قلنا في الانفلاميشن، اكسس هيت، اكسس كولد، ايونايزنج راديشن، وكروم. حاجات كتير من دي قلناها في الانفلاميشن. طب حاجات كيميكال زي مين؟ اسيدز، سترونج الكالي، توكسين. اللي حضر معايا انفلاميشن فاكر لما قلت لكم مين اغبى توكسين واعنف توكسين عندي؟ التوكسين دي بتاع مين؟ الدفتيريا. الله ينور عليك. اغبى توكسين عندي هو الدفتيريا، من اقوى التوكسينز اللي ممكن الجسم يتعامل معاها. برضو يا دكاتره بويزونز، مواد سامه، اركز قوي على ماده اسمها سي سي ال 4 كربون تترا كلورايد. الماده دي يا دكاتره هيباتو توكسيك. يعني ايه هيباتو توكسيك؟ بتضر الخلايا. مين؟ بتضر الخلايا الليفر. الماده دي كانوا بيحطوها في المبيدات الحشريه زمان، فاكرين زمان الطيارات اللي كانت بتطير على الاراضي الزراعيه دي؟ كان المبيدات دي كان فيها سي سي ال 4 لانه كان بيقتل الايه الحشرات والحاجات اللي بتضر الزرع. بس في نفس الوقت لقوا ان لما الانسان بيتعرض للمواد دي الليفر بتاعه بيتضرر، عشان كده بقت ممنوعه عالميا دلوقتي. يبقى السي سي ال 4 اللي هو الكربون تترا كلورايد ده كان موجود في المبيدات وكان هيباتو توكسيك. ممكن برضو دراجز، بعض الادويه زي ما تاخده في الفارما بتبقى توكسيك لبعض الاورجان. ادويه بتبقى توكسيك للليفر، ادويه بتبقى توكسيك للكدني وهكذا. في ايه كمان؟ نيوتريشنال ستارفيشن واوبيستي. الستارفيشن ممكن يعمل سيل انجري والاوبيستي ممكن برضو يعمل سيل انجري.
هناخد الكلام ده بالتفصيل اكتر هتفهموا الكلام ده في موضوع الفات تشينج. يبقى الاستارفيشن يعمل سيل انجري والاوبيستي برضه تعمل سيل انجري. عندي ميتابوليك ديس اوردرز او ميتابوليك ديزيزز زي الدايبيتس وزي اليوريميا اللي بنسميها ويستنج ديزيز. فاكرين يعني ايه كلمه ويستنج ديزيز؟ اللي هو الكرونيك ديبليتينج ديزيز. كنت قلتها في الانفلاميشن قبل كده. كلمه ويستنج ديزيز او كرونيك ديبليتينج ديزيز معناها مرض كرونيك بيقعد في الجسم فتره طويله وبيكسر في التيشوز بتاعه الجسم او في السيستمز بتاعه الجسم. زي الدايابيتس مرض السكر. مرض السكر مريض كرونيك بيقعد سنين طويله على السكر وطول السنين ده جسمه بيتضرر بيحصل له ويستنج في التيشوز بتاعه الجسم. كذلك اليوريميا. كلمه يوريميا يعني كرونيك رينال فيلير. كلمه يوريميا اللي هي بالعربي البولينه ان اليوريا عاليه في الدم بسبب ايه؟ بسبب في كرونيك رينال فيلير. يبقى كلمه يوريميا معناها رينال فيلير فشل كلوي. برضه مريض الرينال فيلير مريض كرونيك بيقعد فتره طويله عنده رينال فيلير بسبب ان التوكسينز عاليه عنده في الدم ممكن تعمل له سيل. برضه يا دكاتره اميونولوجيكال اللي فاكر معايا اول حصه في الانفلاميشن كنا قلنا من ضمن اسباب الانفلاميشن انتيجين انتي بودي ريأكشن ممكن يعمل انفلاميشن وممكن يعمل سيل. انا عايز اوصل لكم معلومه من الكلام ده عشان بس نفهم ونستوعب الامور كويس. انت بتقول لي ان اسباب الانفلاميشن هي اسباب السيل انجري. امال ايه الفرق يا دكاتره؟ السيل انجري احداث بتحصل على مستوى الخلايا، انما الانفلاميشن دي فاسكولار تشينجز، احداث بتحصل على مستوى البلود فيسلز والاكسودات والكلام اللي احنا خدناه بالتفصيل ده. الانفلاميشن بيحصل مع السيل انجري. فاكرين اللوكال تيشو تشينجز في الاكيوت انفلاميشن؟ قلنا الخلايا اللي في النص بتموت نيكروزس والخلايا اللي على الطرف ديزيز ديجنريشن. ما هو ده السيل انجري. ما هو ده هو ده السيل انجري. يعني النيكروزس ده من ضمن انواع السيل انجري اصلا. المقصود ايه؟ ان لما التيشو او الاورجان يتعرض لايريتال حاجه ضاره هتعمل حاجتين على مستوى الخلايا تصدر الخلايا سيل انجري. طب على مستوى البلاد فيسلز هتبدا الخناقه او الاجراءات الدفاعيه اللي الجسم بيعملها اللي هي الانفلاميشن. تبدا بقى الفاسكولار تشينجز ويبدا الاكسودات يطلع. القصه اللي احنا قلناها في الانفلاميشن. يبقى الايريتنت لما بيدخل على التيشو بيعمل في الخلايا سيل انجري، تغيرات على مستوى الخلايا. وعلى مستوى البلاد فيسلز بيحصل ايه يا دكاتره؟ بيحصل التهابات انفلاميشن، تغيرات في البلاد فيسلز والاكسودات وكل القصه اللي احنا عارفينها في الانفلاميشن. عشان كده اسباب الانفلاميشن واسباب السيل انجري واحده، مفيش فيها اي خلاف. دي حاجه بتحصل على مستوى الخلايا ودي حاجه بتحصل على مستوى البلاد فيسلز. عشان كده في تعريف الانفلاميشن كنا قلنا انها مينلي ايه؟ فاسكولار ريسبونس، استجابه بلاد فيسلز. طيب دلوقتي في معلومه عايزكم تعرفوها، ركزوا معايا. في معلومه عايزكم تعرفوها، بصوا على المعلومه دي عشان مهمه. المعلومه دي بتقول ايه؟ انا عندي خليه حصل لها انجن، اتعرضت لايريتانت وحصل لها انجن. طب الانجن اللي حصلت في الخليه دي حصلت فين في الخليه؟ يعني انهي جزء من اجزاء الخليه هيتضرر؟ الاجابه كل اجزاء الخليه هتتضرر. الخليه كل اجزائها هتتضرر. لما انجن تقرا على الخليه هتضر كل اجزاء الخليه، بس المفتاح بتاعي والجزء اللي انا لازم ابص عليه واركز فيه الميتوكوندريا. المفتاح بتاعي اللي هيفسر لي كل حاجه هو الميتوكوندريا. يعني ايه؟ دلوقتي حصلت انجري على مستوى الخليه، قلنا الانجري بتعمل تغيرات صح؟ تغيرات على مستوى الشكل والوظيفه. عايز تفهم تفسير التغيرات دي ايه؟ بص على الميتوكوندريا. الاحداث اللي بتحصل في الميتوكوندريا هي اللي بتؤدي الى الشكل النهائي بتاع السيل انجري ده. يبقى الخليه دلوقتي حصل لها انجري، حصل فيها تغيرات لحد ما وصلت لشكل معين. عايز افهم ايه اللي حصل في النص؟ ازاي الخليه اتقلبت من الشكل ده للشكل ده؟ ابص على مين؟ على الميتوكوندريا. التغيرات اللي بتحصل على مستوى الميتوكوندريا بالذات هي دي اللي هتفسر لي ازاي السيل انجري ده حصل وازاي وصلت للشكل النهائي بتاع الخليه. يبقى دي معلومه عايز اعرفها كويس ولازم افهمها. اي نوع من انواع السيل انجري هناخده لما تيجي تفسره تفهم الباثوجينيسيس بتاعه او تفهم الميكانيزم بتاعه ازاي حصل، بص على التغيرات اللي حصلت على الميتوكوندريا وهي دي الحاجه اللي هتفسر لي الشكل النهائي اللي انا وصلت له. يبقى دايما عيني على الميتوكوندريا زي ما هنعرف دلوقتي كمان دقيقه بالظبط. بعد المقدمه الحلوه اللي قلناها على السيل انجري دلوقتي نبدا بقى الكلام الجد. دلوقتي اهو هنبدا بقى الكلام الجد. ايه هي انواع بتاعه السيل انجري؟
ايه هي انواع السيل انجري. انا قلت لكم في اول الحصه السيل انجري يا دكاتره ممكن يبقى ريفرسيبل وممكن يبقى ايه. صحصحوا معايا الريفرسيبل. تمام. ايه الفرق بين الريفرسيبل والريفرسيبل؟ قلت لكم الريفرسيبل لو انا شلت الاستريس الخليه هترجع نورمال، انما الريفرسيبل لو انا شلت الاستريس مستحيل الخليه ترجع نورمال تاني. يبقى مين اللي اعلى في الدرجه من الثاني؟ الدرجه القليله هي الريفرسيبل والدرجه الاعلى هي مين؟ الريفرسيبل. الريفرسيبل عندي مثال من اثنين، يا اما الخليه تتنفخ ميه يا اما الخليه تتنفخ فات. يبقى امثله الريفرسيبل سيل انجري الخليه بتتنفخ يا اما بتتنفخ ميه يا اما بتتنفخ فات. بتتنفخ ميه مثاليه حاجه اسمها كلاودي السويلنج، وحاجة اسمها هيدروبيك او فاكيولار ديجينريشن. يبقى عندي كلاود سويلينج وعندي هيدروبيك او فاكيولار ديجينريشن. الاتنين دول معناهم ايه؟ ان الخلية اتنفخت مية. يا اما الخلية تتنفخ فات اللي بسميها فاتي تشينج او فاتي ديجينريشن. فاتي تشينج او فاتي ديجينريشن. انا بتكلم دلوقتي في انواع السيل انجري ريفرسيبل وايه الريفرسيبل. الريفرسيبل يا دكاتره ها الخليه بتتنفخ ايه؟ الخليه بتتنفخ ميه، يا اما كلاود سويلنج يا اما هيدروبيك ديجنريشن. تاني حاجه الخليه بتتنفخ فات اللي هو مين؟ الفاتي تشينج او الفاتي ديجنريشن. امال الريفرسيبل سيل انجري معنى كلمه الريفرسيبل سيل انجري يعني الخليه ماتت خلاص، يعني الخليه ماتت. الريفرسيبل سيل انجري معناها ان الخليه دي ماتت. عندي منها شكلين، الشكل اللي احنا عارفينه اللي بنسميه ايه؟ نيكروزيس، وفي شكل تاني اسمه ابوبتوزيس او الانتحار الخلوي. هناخد كل المواضيع دي بالتفصيل. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم في انواع السيل انجري يا اما ريفرسيبل يا اما الريفرسيبل. طيب احنا قلنا احنا طالعين سلم صح؟ السلم ده بيقول ايه؟ اول درجه ما انساهاش هوميوستاسيس. طلعت درجه دخلت في مين؟ ادابتيشن. بعد كده دخلت درجه ايه؟ السيل انجري. السيل انجن ده في منه انواع كتيره. هل كل الانواع دي بنفس الدرجه ولا درجات مختلفه؟ درجات مختلفه، في درجه قليله من السيل انجري، في درجه اعلى شويه، في درجه عاليه خالص. مين بقى اللي بيحدد الدرجات دي؟ يعني امتى الاريتانت يعمل مايلد وامتى الاريتانت يعمل سيفير سيل انجري؟ امتى يعمل درجه قليله وامتى يعمل درجه كبيره؟ على حسب حاجتين، على حسب السيفيرتي بتاعه الاريتانت وعلى حسب الديوريشن. يعني ايه؟ اول سؤال اساله يا ترى الاريتانت ده كان مايلد ولا سيفير. تاني سؤال اساله يا ترى كان شورت ديوريشن ولا لونج ديوريشن. الجسم تعرض له او الخلايا تعرضت له فور شورت ديوريشن ولا فور لونج ديوريشن. يبقى عندي اول سؤال الاريتانت ده مايلد ولا سيفير. طبعا لو مايلد هيعمل درجه اقل ولو سيفير هيعمل درجه اعلى. تاني سؤال الديوريشن يا ترى الجسم تعرض للإيريتنت ده فور شورت ديوريشن ولا فور لونج ديوريشن؟ والله لو فور شورت ديوريشن اكيد هيبقى الموضوع هادي، انما لو لونج ديوريشن اكيد الموضوع اعلى. يبقى لو كان الإيريتنت مايلد وشورت ديوريشن تفتكروا هيعمل ريفرسيبل ولا ايه ريفرسيبل؟ اكيد ريفرسيبل، درجه هاديه من الريفرسيبل. انما لو كان سيفير ولونج ديوريشن ساعتها هيدخلني في حته ايه؟ الريفرسيبل سيل. يبقى يا دكاتره السيل انجري درجات، في درجه قليله وفي درجه عاليه. الاريتانت لو كان مايل غير لو كان سيفير، والديوريشن لو كان شورت غير لو كانت لونج. ده هيعمل حاجه وده هيعمل حاجه. يبقى اللي بيحدد الدرجه اللي هتحصل للخليه السيفيريتي بتاعت الاريتانت والديوريشن. ده حته مهمه لازم اعرفها. تاني حته مهمه برضو لازم اعرفها، ازاي افرق بين الريفرسيبل والريفرسيبل سيل انجري. يعني امتى اقول ان الخليه دي حصل فيها الريفرسيبل سيل انجري ومستحيل ترجع سليمه تاني؟ لو النيوكليوس باظ. مين اهم جزء في الخليه يا دكاتره؟ طبعا النيوكليوس. الخليه بتساوي النيوكليوس. لو الخليه سليمه، لو النيوكليوس سليمه الخليه سليمه. طب لو النيوكليوس باظت ساعتها الخليه مستحيل ترجع سليمه تاني. اللي عايز اوصل له بالكلام ده ان في كل انواع الريفرسيبل سيل انجري النيوكليوس اخبارها ايه؟ انت. طب في كل انواع الريفرسيبل سيل انجري النيوكليوس اخبارها ايه؟ بايظه. يبقى لو النيوكليوس سليمه ده ريفرسيبل، طول ما النيوكليوس سليمه ممكن ارجع تاني. انما متى ما النيوكليوس اتضرت وبدات تبوظ ساعتها مستحيل الرجوع تاني، وساعتها هيحصل الريفرسيبل سيل انجري والخليه دي. يبقى السؤالين دول مهمين. يا ترى اللي هيحدد لي الدرجه بتاعت السيل انجري
الكريتا كان مايلد ولا سيفير وقعد لومب ولا شورت ديوريشن. طب انا كدكتور باثولوجي انت بص على الخليه واقول ان بقى الريفرسبل لو لقيت ان النيوكليوس باظ. طول ما النيوكليوس سليمه ريفرسبل، انما لما النيوكليوس تبوظ بتبقى ريفرسبل سيل. بعد ما قلنا المقدمه الحلوه دي نبدا نتناقش في اول نوع. اول نوع عندي يا دكاتره هو الكلاود سويلنج. اول نوع عندي هو الكلاود سويلنج. انا قلت لكم في الريفرسبل سيل انجري يا اما الخليه تتنفخ ميه يا اما تتنفخ فات. تتنفخ ميه مثالين ايه هما؟ كلاود سويلنج وهايدروبيك ديجنريشن. اول واحد الكلاود سويلنج. الكلاود سويلنج عايز اعرف عنه معلومتين، ان هو الاشهر وان هو الاخف. ايه اشهر شكل من اشكال السيل انجري؟ الكلاود سويلنج. ذا موست كومن فورم اوف سيل انجري بالنوعين الريفرسبل والريفرسبل هو الكلاود سويلنج. طب ايه النوع الاخف؟ اخف نوع من انواع السيل انجري برضه هو مين؟ الكلاود سويلنج. ارجع للسلم بتاعك، انا بادئ بهوميوستيزيس، دخلت في ادابتيشن، دخلت في سيل انجري. اول درجه من درجات السيل انجري هي مين؟ الكلاود سويلنج. يبقى اقل درجه من درجات السيل انجري الكلاود سويلنج، واشهر شكل من اشكال السيل انجري هو الكلاود سويلنج. طب يعني ايه كلمه كلاود سويلنج؟ الخليه بتتنفخ ميه، الخليه بتتنفخ ميه، بيتجمع ميه في السيتوبلازم بتاع الخليه. الميه بتتجمع في السيتوبلازم بتاع مين؟ بتاع الخلايا. طيب تفتكروا يا دكاتره امتى يحصل كلاود سويلنج؟ انا قلت لكم ان ده اخف واحد. امتى يحصل كلاود سويلنج؟ لو كان الايريتانت مايلد ولا سيفير؟ مايلد. طب لو الديوريشن كانت شورت ولا لونج؟ شورت ديوريشن. يبقى لو كان الايريتانت مايلد وفضل عندي شورت ديوريشن ساعتها هيحصل لي اخف نوع اللي هو مين؟ الكلاودي سويلنج. يعني ايه كلمه كلاودي سويلنج؟ يعني الخليه تتنفخ بالميه. احنا قلنا ان اي شكل من اشكال السيل انجري بيحصل بسبب تغيرات على مستوى مين؟ الميتوكوندريا. يعني التغيرات اللي بتحصل في الميتوكوندريا هي اللي هتؤدي للشكل النهائي اللي هو ان الخليه اتنفخت ميه. عشان كده الكلاود سويلنج مشهور في الاماكن او في الخلايا اللي فيها ميتوكوندريا كتير، زي مين؟ زي الليفر، الهيباتوسايتس. دي اكتف سيلز، الهيباتوسايتس اكتف سيلز شغاله طول الوقت وفيها ميتوكوندريا كتير، فدي اكتر الاماكن اللي ممكن اشوف فيها كلاود سويلنج. برضو يا دكاتره الكدني، الرينال تيوبيولار سيلز، خلايا الرينال تيوبيولز برضو دي خلايا شغاله طول الوقت. هي خلايا الرينال تيوبيولز بتعمل ايه؟ شغاله طول الوقت، بتعمل ريابزوربشن وبتعمل اكسكريشن في اليورين، شغاله اكستشينج كل شويه، تاخد حاجه تحط حاجه، ده شغل شغاله بيه طول الوقت. برضو الكاردياك ماسل الهارت، دي خلايا برضو شغاله طول الوقت، فيها ميتوكوندريا كتير، خلايا اكتف وشغاله طول الوقت. فممكن دي اشهر الاماكن اللي ممكن اشوف فيها كلاود سويلنج، الليفر والكيدني والهارت. السبب لان الخلايا دي اكتف شغاله طول الوقت، بتستهلك طاقه كتير وفيها ميتوكوندريا. نيجي بقى للحته المهمه قوي اللي هتفهمني القصه بتاعه الكلاود سويلنج، الا وهي الباثوجينيسيس. احنا اتفقنا في الباثولوجي يعني ايه كلمه باثوجينيسيس يا دكاتره؟ يعني الميكانيزم. ميكانيزم ايه؟ ازاي الخليه اتغيرت من الشكل الطبيعي لشكل الكلاود سويلنج؟ ازاي الخليه اتغيرت من الشكل الطبيعي واتنفخت ميه بالمنظر ده؟ احنا قلنا القاعده بتاعتنا بتقول ايه؟ عايز تفهم التفسير بص على مين؟ بص على الميتوكوندريا. دلوقتي انا عندي الخليه حصل لها انجري، الانجري دي اثرت على كل حاجه في الخليه بما فيها مين؟ الميتوكوندريا. يبقى انا عندي دلوقتي ميتوكوندريا انجري، انجري حصلت في الميتوكوندريا. الانجري اللي حصلت في الميتوكوندريا هتعمل لي الحاجات دي. اول حاجه تفتكروا الاي تي بي هيزيد ولا هيقل؟ الميتوكوندريا باظت، فالاي تي بي هيزيد ولا هيقل؟ هيقل. طب لما الاي تي بي بيقل بيوقف شغل ال ان اي كي بوم. عارفين ال ان اي كي بوم هي وظيفتها ايه؟ احنا عندنا نورمالي الصوديوم بيبقى كتير بره والبوتاسيوم كتير جوه، فلو مشينا بقوانين التركيز الصوديوم بيدخل والبوتاسيوم بيخرج. مهمه ال ان اي كي بوم انها تضرب الصوديوم بره وتدخل البوتاسيوم جوه. العمليه دي بتتم ضد التركيز، عشان كده بتستهلك الطاقه، اي تي بي ديبندنت. طيب لو الاي تي بي قل
ساعتها شغل البامب ده هيقل، وبالتالي البامب ده لو اشتغلتش الصوديوم اللي دخل مش هتعرف تخرجه تاني، فالصوديوم هيزيد جوه الخلايا. وطبعا عارفين ان الصوديوم بيزود الاوسمولاريتي، فبالتالي هيشد ميه من بره. الصوديوم يا دكاتره بيزود الاوسمولاريتي، الصوديوم بيحب الميه، فلما الصوديوم يتجمع جوه الخلايا بيشد ميه من بره جوه السيتوبلازم. يبقى دي اول تفسير اهو، لما الميتوكوندريا باظت الاي تي بي قل وبالتالي البامب ما اشتغلتش، فالصوديوم اتجمع جوه الخلايا مانيش عارف اخرجه بره فبيشد ميه من بره. تاني حاجه لما الاي تي بي بيقل ساعتها الخليه بتتحول من الايروبيك للانايروبيك جلايكوليسيس، بتتنفس لها هواء. فاكرين الانايروبيك جلايكوليسيس كان بيطلع كام اي تي بي؟ 2 اي تي بي، وكان بيطلع معاه لاكتيك اسيد. طب لما الخليه تتنفس لها هواء ايه؟ اللاكتيك اسيد هيزيد جواها. اللاكتيك اسيد لما بيزيد برضه بيزود الاوزمولاريتي بتاعت الخليه وبيشد ميه من بره. يبقى ده تاني تفسير اهو، لما الاي تي بي قل الخليه اشتغلت انايروبيك جلايكوليسيس، وبالتالي اللاكتيك اسيد اتجمع جوه الخليه وبدات تشد ميه من بره، لان زياده اللاكتيك اسيد هتزود الاوزمولاريتي بتاعه الخليه. ثالث تفسير لما الميتوكوندريا باظت ربشرت، الميتوكوندريا ماتت وباظت يعني وربشرت، ولما ربشرت البروتينات اللي جواها طلعت في السيتوبلازم. طب لما البروتين بيزيد في السيتوبلازم ايه اللي بيحصل؟ ها الاوزمولاريتي هتزيد وبالتالي هتشد ميه من بره. يبقى انا عندي ثلاث تفسيرات اهو، ازاي الخليه اتنفخت ميه؟ اول حاجه الميتوكوندريا لما باظت الاي تي بي قل، ولما الاي تي بي قل البامب ما اشتغلتش والصوديوم اتجمع وشد ميه. ثانيا اشتغل التنفس لها هوائي، اللاكتيك اسيد اتجمع فشد ميه. ثالثا لما الميتوكوندريا باظت البروتينات بتاعتها خرجت في السيتوبلازم، فالبروتين زاد في السيتوبلازم فالبروتين شد ميه وبالتالي حصل كلاودي سويت. يبقى انا دلوقتي فهمت انا كان قصدي ايه بحته الميتوكوندريا دي. انا عايز افهم التفسير ليه الخليه دي اتنفخت ميه وتحولت للشكل ده. بص على الميتوكوندريا وشوف التغيرات اللي حصلت. ده دكاتره الباص وجينيسيس بتاع الكلاود سويت. بما ان الموضوع معتمد على الميتوكوندريا قلت لكم ان اكتر اماكن بشوف فيها كلاود سويلنج هي الاماكن الاكتيف اللي فيها ميتوكوندريا كتير وبتشتغل. هايبوكسيا مثلا، احنا قلنا بقى في اسباب سيل انجن الخليه الليفر اتعرض لهايبوكسيا، الهايبوكسيا ضرت الخليه فحصل انجري في الميتوكوندريا فعملت كلاود سويلنج. احنا واخدين اسباب السيل انجري كلها، بس اللي بيختلف السيفيريتي، يا ترى هي مايلد ولا سيفير وشورت ولا لونج ديوريشن. الليفر تعرض لهايبوكسيا، مايلد هايبوكسيا فور شورت ديوريشن عملت انجري خفيفه اللي هي كلاود سويلنج. تفسيرها اللي احنا قلناه الميتوكوندريا اتضرت الاي تي بي قل وهكذا. طبعا بس الضربات مختلفه، في حاجات من الاول اصلا بتبقى عنيفه بتخش تموت على طول، في حاجات ممكن تبقى مايلد تتعرض لها شورت ديوريشن تعمل قصه الايه الكلاود سويلنج. نعم دكاتره ركزوا معايا، هنتكلم عن شكل الاورجان اللي حصل فيه كلاود سويلنج. احنا دلوقتي بنتكلم كمثال مثلا على الليفر، خلايا الليفر حصل فيها كلاود سويلنج. لو جيت ابص بقى على الليفر ده بالنكت اي شكله هيبقى عامل ازاي، ولو خدت عينه وبصيت عليها تحت الميكروسكوب هلاقي الشكل يبقى عامل ازاي. عايزكم بقى كده تجيبوا لي ظهر الصفحه وتكتبوا معايا الاسطمبه المهمه جدا 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 لاي نكت اي عندك في المهد. الاسطمبه دي مهمه عشان منهجنا وعشان العمل كمان. دي الايتمز اللي هرصها في دماغي وهبدا املاها لو سالني على اي نكت اي. احنا عندنا في العمل في جزء العمل في جزء اشارات، وفكره الاشارات ايه؟ بخش الامتحان بعرف اسم المرض وبوصف النكت اي بتاعه اللي انا شايفه قدام عيني، فوصف الجار بقوم جاي رصص الايتمز في دماغي وابدا املى الايتمز دي. اي نكت اي في المنهج بعلق على ايه؟ على ان و5 اس و5 سي، ان و5 اس و5 سي دي الاسطمبه بتاعت اي نكت اي. الان يا دكاتره نمبر، الان نمبر، بعد كده 5 اس سايت سايز شيب سيرفيس وسرب. سايت سايز شيب سيرفيس وسرب دي الخمسة اس. امال الخمسة سي كونسيستنسي كولر كبسول كفرنج
وكات سكشن. دول الخمسه سين. يبقى اي اورجان عايز اوصفه بالنكد اي في اي مرض بقى، رص الايتيمز دي في دماغك واملى منها اللي ينفع يتملى. الايتيمز اللي هرصها في دماغي نمبر، بعد كده 5 اس و5 سي. ايه هما الخمسه اس؟ سايت، سايز، شيب، سيرفيس، سراوند. بعد كده الخمسه سي كونسيستنسي، كولر، كبسول، وكفرنج، وكاتسج. مش كل الايتيمز بنستخدمها مره واحده، في ايتيمز ينفع استخدمها وايتيمز لا. نيجي مثلا في الكلاود سويني على سبيل المثال في الليبر، ايه النكد اي بتاع الليبر لو حصل فيه كلاود سويلنج؟ خليني فاكر دايما ان الكلاود سويلنج معناها ان الخلايا اتنفخت ميه. اول حاجه نيجي كده الاول ايتم النمبر، النمبر ما يهمنيش يعني، هو النمبر هو انا بتكلم عن الليبر ككل، ما يهمنيش، ما فيش حاجه اسمها نمبر فيه يعني، ما فيش نمبر حصل، ما فيش تغيرات في حاجه عدد، عدد حاجه اتغير، فبالتالي مش هعلق على النمبر. السايت خلاص، السايت ليبر او كدني او هارت على حسب انا بتكلم عن ايه. نبدا بالسايز، تفتكروا حجم الليفر هيزيد ولا هيقل لو حصل كلاود سويلنج؟ طبعا هيزيد، الخلايا اتنفخت ميه وبالتالي السايز بيزيد. طب الشيب، تفتكروا الشيب هيفضل زي ما هو ولا هيتغير؟ هيفضل زي ما هو بريزيرف. بصوا يا دكاتره، الليفر هنا اتنفخ بس فضل شكله ليفر زي ما هو. عايزكم تثبتوا قاعده كده بشكل عام بنسبه كبيره، ما دام ما حصلش فايبروزيس يبقى الشكل سليم، ما دام مفيش فايبروزيس واضح في الاورجان يبقى الشكل سليم. عارفين مرضى الليفر سيروزيس؟ قلنا يعني ايه ليفر سيروزيس؟ ده فايبروزيس بيضرب الليفر. المرضى بتوع الليفر سيروزيس شكل الليفر عندهم بيتغير عشان الفريم ورك باظ وعشان الفايبر ستيشو بيعمل كونتراكشن فبيغير شكل الاورجان. مش عايزين نخش في تفاصيل. في الكلاود سويلنج مجرد ان الاورجان اتملى شويه ميه ده مش هيغير شكل الاورجان، هو هيكبر في حجمه انما هيفضل شكل الليفر ثابت زي ما هو. بقاعدة عامة كده، ما دام الليجن ما فيهوش فايبروزيس، بالفايبروزيس من اشهر الحاجات اللي بتغير في الشكل. طيب السيرفس، تفتكروا السيرفس هيبقى سموث ولا رف؟ سموث طبعا، ده مليان ميه، سموث ايه اللي هيخليه رف؟ السراوندنج مش مهم. نيجي لحروف السي، الكونسيستنسي، تفتكروا الكونسيستنسي بتاعت الليفر هتبقى سوفت ولا فيرم ولا هارد؟ اتملى ميه هيبقى سوفت. اذا كان الليفر اصلا طري فبالك لما يتملى ميه هيبقى سوفت. طب الكلر، الكلر يا دكاتره هيبقى بيل، باهت. ليه؟ لانه مليان ميه. نورمالي اللون بتاع الليفر بيبقى دارك، طب لما يتملى ميه الميه هتخف من اللون فاللون بتاعه هيبقى بيل. طب الكبسول اخباره ايه؟ الكبسول هيبقى ستريتشد ولا هيبقى رينكل؟ يعني هيبقى مشدود ولا هيبقى مرخي؟ الليفر حجمه زاد فالكبسول من بره حصل له ايه؟ حصل له ستريتشنج، بيبقى ستريتش. عشان كده لو جيت خدت كات سكشن في الليفر ده هلاقيه بلجنج. يعني ايه بلجنج؟ يعني بالعربي او بالعاميه كده بيبص في وشي، بيطلع كده في وشي. ليه؟ الليفر طول حواليه كبسول، الليفر كبير والكبسول حواليه استريتشت في خانق الليفر. اول ما اجي اقطع الليفر، اول ما اقطع الليفر هلاقي الليفر جزء منه بيبص كده في وشي، بيطلع من تحت الكبسول في وشي. يبقى الليفر بيبقى بلجنج لو انا عملت فيه كات سكشن لانه مخنوق جوه الكبسول الاستريتشت. نعم. هو ايه النورمال بتاع السيرفس والكونسيستنسي؟ الايه؟ انا ما اتغيروش، هم ما اتغيروش، يعني السيرفس هو طول عمره سموث ما اتغيرش. هو سموث اصلا، الليفر اصلا سموث. في النورمال بيبقى فيرم شويه، يعني هو هنا بيبقى سوفت اكتر من الطبيعي لان اتملى ميه. مش شرط كل الايتمز دي كل حاجات اتغيرت، انا بوصف الليفر اللي قدامي في منها حاجات جديده. طب ما الشيب ريزيرف، انا ليه قلت ان الشيب ريزيرف؟ انا عايز اعرف ان الشيب فضل زي ما هو. السيرفس سموث، السيرفس سموث زي ما هو ما اتغيرش، انما السايز اتغير بقى اللارج، الكونسيستنسي بقى سوفت شويه، الكلر اتغير بقى بيل شويه، فهمت قصدي؟ الكبسول اتغير بقى ستريتش. مش كل الايتيمز متغيره، في ايتيمز فضلت زي ما هي وفي ايتيمز اتغيرت. في الكات سكشن يا دكاتره بلاقيه بلجنج. ولو جيت ابص يا دكاتره على مشيت، يعني انا قطعت الليفر، لو جيت امشي صبعي على مكان القطع ده هلاقي الاتشز دي راوندد، مش هلاقيها شارب، هلاقيها راوندد. نعم تبقى سموث وتبقى راوندد، ما بتبقاش شارب. في حاجات بتعمل شارب ايدجز وفي حاجات بتعمل راوند ايدجز. من ضمن الحاجات اللي بتعمل راوند ايدجز هو اصلا الليفر طبيعي لو انا قطعته مش هلاقيه شارب، فلما بيتنفخ ميه برضه لو قطعته هلاقي الايدجز بتاعته راوندد وسموث مش هلاقيها شارب. يبقى دي الايتيمز العامه بتاعت اي نكد اي كتبناها عشان هنرجع لها تاني وهنستخدمها في المنهج بتاعنا. ممكن انا بقى لو انا اصلا ناسي النكد اي بتاع مثلا الكلاود سويلنج بس انا عارف ان الخلايا اتنفخت ميه،
والله لو جات لي في الامتحان انا هرص الايتم وابدا اعلق من فهمي، عارف ان السايز هيكبر، عارف ان الكونسيستنس هيبقى سوفت لانها منفوخه ميه وهكذا. فممكن لو نسيت، لو انا حافظ السكيما العامه دي ابدا انا الف الايتمز دي. هي اصلا سهله وتتالف من فهمنا لطبيعه المرض. طيب بالام ايه؟ بالام ايه يا دكاتره انا بوصف دايما وبعلق على ثلاث حاجات اساسيه. الخليه ككل كشكل من بره، الخليه ككل تحت الميكروسكوب اول حاجه بعمل نظره عامه على الخليه، الخليه ككل بالسيل ممبرين بتاعها. تاني حاجه ببص على السيتوبلازم، وتالت حاجه ببص على النيوكليوس. يبقى يا دكاتره تحت الميكروسكوب برضو في اي تيشو لازم ابص على الخلايا من بره كده، الخليه ككل عامله ازاي والسيل ممبرين بتاعها عامل ازاي. بعد كده ببص على السيتوبلازم، وفي الاخر ببص على النيوكليوس. انتوا اللي هتقولوا مش انا، النيوكليوس هنا اخبارها ايه؟ نورمال ولا ابنورمال؟ انتكت سليم. الكلاود سويلنج ريفرسبل سيل انجري، مين اللي قالك ان هو ريفرسبل سيل انجري؟ النيوكليوس بتفضل سليم، وطول ما النيوكليوس سليمه خلاص ممكن السيل انجري دي تبقى ريفرسبل. طب السيل اخبارها ايه؟ السيل بتبقى سولن بتتنفخ. امال بقى السيتوبلازم، السيتوبلازم بيبقى ايزينوفيليك وجرانيولار وأوبيك. يعني ايه يا دكاتره ايزينوفيليك؟ ها محمر. ايزينوفيليك يعني احمر، ياخد كم في اليسين. ايزينوفيليك يعني احمر. مين اللي خلى السيتوبلازم ده ايزينوفيليك؟ مش احنا لسه قايلين من دقيقه في النظريات ان الميتوكوندريا بتربشر، ولما بتربشر بيطلع منها البروتينات تقعد في السيتوبلازم. وطبعا كلنا عارفين القاعده اللي بتقول ايه، البروتين احمر ولا ازرق؟ البروتين احمر، عشان كده السيتوبلازم بيبقى ايزينوفيليك. طب ليه بيبقى جرانيولار واوبيك؟ اوبيك يعني معتم، ما بقاش كلير زي زمان. وجرانيولار المقصود هنا من كلمه جرانيولار يا دكاتره انه مشبر. عارفين الازازه المشبر؟ نفس المنظر بشوفه في السيتوبلازم على طول. السيتوبلازم نورمالي المفروض ان هو كلير زي ازازه العربيه الكلير، انما لما الازاز يبقى فيه ميه مشبر ده نفس المنظر اللي بشوفه بالظبط. السيتوبلازم مشبر او زي السحابه، عشان كده بيسموه كلاود سويلنج. منظر السيتوبلازم بقى فيه شبه السحابه شويه، مشبر مليان ميه، بيبقى اوبيك لانه طالما ميه ما عادش كلير زي الاول، وبيبقى جرانيولار في شكل زي ايه، زي المحبب كده، بسبب نقط الميه اللي جواه وبسبب كمان الميتوكوندريا اللي باظه هي اللي بتعمل الجرانيولاري. يبقى جرانيولار اوبيك مشبر كلاودي، وكمان ايزينوفيليك احمر عشان البروتينات اللي زادت في السيتوبلازم. طبعا انا عندي خليه اتنفخت والخليه اللي جنبها اتنفخت، تفتكروا الكابيلاريز اللي بينهم هيحصل فيها ايه؟ كومبريشن. يبقى الكابيلاريز والارتريولز الصغيره او الفينيولز الصغيره اللي موجوده بين الخلايا هيحصل لها ايه؟ كومبريشن. اللي زي الكلاود سويلنج بالملي، بالملي مفيش فيه غير كلمه واحده بس جديده، الحاجه اللي اسمها هيدروميك او فاكيولار ديجنريشن. 60 ثانيه بالظبط والهيدروميك ديجنريشن ده هيخلص. انتوا عارفين ليه؟ هو اصلا ما فيهوش كلام جديد. الهيدروميك ديجنريشن ما هو الا كلاودي سويلنج بس كان سيفير شويه. سيفير كلاود سويلنج فقط، سيفير فورم اوف كلاود سويلنج، كلاود سويلنج بس زياده شويه. في الكلاود سويلنج يا دكاتره اتجمع ميه، الميه عملت لي جرانيولار اوبيك سيتوبلازم صح؟ طب لو الميه دي زادت شويه هتعمل لي المنظر ده، هبص الاقي السيتوبلازم بقى فيه فاكيولز، الفاكيولز دي متجمع جواها ايه؟ متجمع جواها ميه. بعد كده الفاكيولز دي بتلحم مع بعض وبتعمل لي سبيس واحد كبير مليان ميه. لو الميه موجوده في صوره فاكيولز بنسميها فاكيولار ديجنريشن، ولو عملت سبيس واحد كبير بنسميها هيدروبيك ديجنريشن. تاني يعني ايه هيدروبيك ديجنريشن او فاكيولار ديجنريشن؟ ده كلاود سويلنج، نفس الكلام اللي قلته في كلاود سويلنج بالظبط، بس الفكره ان انا عليت درجه. هو كلاود سويلنج بس اعلى شويه، فالميه زادت شويه. لما الميه زادت شويه عملت لي ليكس، بحيرات، فاكيولز اوف ووتر، ساعتها بسميه فاكيولار ديجنريشن. بعد شويه من الوقت الفاكيولز دي بتلحم مع بعض وبتعمل لي سبيس واحد كبير، ساعتها بسميه هيدروبيك ديجنريشن. يعني انا بتكلم عن كلاود سويلنج بس ايه، اعلى شويه. يعني الاسباب هي اسباب الكلاود سويلنج. الباثوجينيسيس هو الباثوجينيسيس بتاع الكلاود سويلنج. امال ايه الفرق بينها وبين الكلاود سويلنج؟ ان الايريتانت هنا
كان مايلد بس قعد ديوريشن اطول شويه، فزود كميه الميه فقلبت من كلاود سويلنج لفاكيولر وبعد كده هيدروبيك ديجنريشن. احنا قلنا في الكلاود سويلنج بيبقى مايل وشورت ديوريشن، صح؟ في الفاكيولر والهيدروبيك هو مايل بس الديوريشن اطول شويه، اطول شويه، زودت الميه شويه، لما زودت الميه شويه قلب من كلاود الفاكيولر وبعد كده بيقلب هيدروبيك ديجنريشن. الباثوجينيسيس هو نفس الكلام بالظبط. طب النكد اي هي نفس الكلام بالظبط. طب المايكروسكوبيك اكزامينيشن برضه هو نفس الكلام بالظبط، بس عندي اختلاف واحد بس. احنا قلنا المايكروسكوبيك اكزامينيشن ببص على الخليه، ببص على السيتوبلازم، ببص على النيوكليوس. مبدئيا النيوكليوس هنا اخبارها ايه؟ بالهيدروبيك ما هيش انا لسه في ريفيرسبل سيشن. طب الخليه هتبقى ايه؟ برضه سمولين، ما هي منفوخه ميه. انما الاختلاف الوحيد هيبقى في شكل السيتوبلازم. السيتوبلازم في الكلاود سويلنج كان عامل كده، كان ايه؟ مشطه جرانيولار اوبيك وايزينوفيليك سيتوبلازم. انما هنا المايه اتجمعت في صوره باكيول، ده باكيولر ديجنريشن. بعد كده الباكيولز دي كواليس، يعني ايه كواليس؟ فيوز توجذر، بتلحم مع بعض وبتعمل لي سبيس واحد كبير مليان ميه اللي بسميه هيدروبيك ديجنريشن. يبقى الكلاود سويلنج هو الهيدروبيك، بس الفرق ان الهيدروبيك ده سيفير فورم اوف كلاود سويلنج. نفس كل حاجه بالباثوجينيسيس بالام ايه، هاجي بس في الام ايه اغير في شكل السيتوبلازم. عندي بقى تجميعه لشويه امثله للهيدروبيك ديجنريشن. احنا اتفقنا ان الكلاود سويلنج اوريدي بيحصل اكتر في مين؟ في الليفر وفي الكدني، الاماكن اللي شغاله طول الوقت وفيها ميتوكوندريا كتير. امثله للحاجات اللي بتعمل كلاود سويلنج او هيدروبيك ديجنريشن في الليفر، ما هو اي انجري بيتعرض ليها الليفر هتعمل له ايه؟ هيدروبيك ديجنريشن. الفرق ان الايريتانت ده يبقى مايل ويقعد ديوريشن طويله شويه. الالكوحوليزم طبعا عارفين ان الكحول او الناس الخمرجيه اكتر حاجه بتتدمر فيهم هي مين؟ الليفر. والليفر بيعدي بالمراحل كلاود سويلنج هيدروبيك ديجنريشن وهكذا. فالكحول من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل لي هيدروبيك ديجنريشن. مين يا دكاتره الماده السامه اللي بتدمر الليفر اللي قلت لكم عليها من شويه؟ السي سي ال 4 اللي هو كربون تترا كلورايد. برضه ممكن الفيرال هيباتيتس، فيروس سي ممكن يعمل لي، او فيروس ايه ممكن يعمل لي هيدروبيك ديجنريشن. عند المكان الثاني برضه الكدني. الكدني يا دكاترة امتى يحصل فيها هيدروبيك ديجنريشن؟ الناس اللي عندها ضيارية، الناس اللي عندها اسهال مزمن وبتفقد كميات كبيرة من المية ومن الاملاح، الناس اللي عندها ووتر اند الكترولايت امبالانس. الناس اللي عندهم ضيارية بيفقد مية وبيفقد املاح في الاستوب. مين في الجسم المسؤول عن الحفاظ على نسبة المية والاملاح في الجسم؟ ها؟ الكدني. الكدني مسؤوليتها انها تحافظ على نسبة المية وتحافظ على نسبة الاملاح. طب لو انا قاعد عمال افقد ميه وافقد املاح في الاسطول، الضغط هيزيد على مين؟ ضغط الشغل هيزيد على مين؟ على الكدني. فاكتر خلايا هتتاثر هنا الرينال تيوبولار سيلز، ممكن يحصل فيها هيدروبيك ديجنريشن. يبقى لو واحد عنده ووتر والكترولايت امبالانس، عنده فقد في الميه، فقد في الالكترولايت بسبب مثلا ضياريه مزمنه، ساعتها الضغط هيبقى على الكدني على الرينال تيوبولار سيلز، لانها الخلايا المسؤوله عن الحفاظ على الميه والالكترولايت، وبالتالي ممكن اشوف فيها هيدروبيك ديجنريشن. الاسكيميا يا دكاتره ممكن اشوف في حالات البرن وحالات الارتكال. نبدا بالبرن. الناس اللي خدت انفلاميشن في موضوع النون سيبيورتد انفلاميشن، كنا بنقول ايوه البرن بيعمل في السكن سيروس انفلاميشن. فاكرين السيروس انفلاميشن اللي كان السكن فيه بينفخ وبيعمل بنابيق مليانه ميه، لان في اكسودات مليان سيروس فلويد. طب الميه الزياده دي ممكن تتجمع جوه الخلايا برضو وتعمل هيدروبيك ديجنريشن. يبقى زي الاكسودين ما في ميه كتير، برضو الخلايا بتشفط ميه كتير وبيحصل فيها هيدروبيك ديجنريشن. برضو الارتكاريا، عارفين الارتكاريا يعني ايه؟ دي حساسيه في الجلد بتعمل هرش، حساسيه في الجلد بتعمل طفح وبتعمل هرش. احنا عارفين الحساسيه يعني ايه؟ يعني هيستامين، والهيستامين يعني برميابيليتي عاليه، وبالتالي الفلويد بيخرج بكميات كبيره. عشان كده الفلويد اكسوديت بيبقى كتير، وبرضه يا دكاتره الخلايا بتتنفخ ميه وبيحصل فيها هيدروبيك ديجنريشن. يبقى في السكن في حالات البرن وفي حالات الارتكاريا ممكن اشوف فيها هيدروبيك ديجنريشن. في البنكرياس في الناس اللي عندهم يا دكاتره دايابيتس، الناس اللي عندهم سكر، احنا عارفين ان الدايابيتس في منه كام نوع؟ تايب 1 وتايب 2. عارفين تايب 1 اللي هو فيه ايه؟ انسولين ديفيشنسي،
انما تايب 2 انسولين ريزيستنس. انا يهمني دلوقتي تايب 1 اللي فيه انسولين ديفيشنسي. حد عارف كان سببه ايه؟ تايب 1 كان اوتو اميون يا دكاتره، وكان اوتو اميون في انتي بادي بيطلع وانا في سنه صغير بيهاجم البيتا سيلز بيدمرها فيحصل انسولين ديفيشنسي. طبعا من ضمن صور التدمير دي يعني قبل ما بيموت الميتا سيل ممكن يعمل فيها برضه هيدروبيك ديجنريشن، يبقى ممكن يحصل هيدروبيك ديجنريشن في البيتا سيلز اوف البنكرياس. اخر مثال عندي بقى الراينوس كيلرون، ده اخر مثال للهيدروبيك ديجنريشن. ركزوا معايا كده، الناس اللي خدت انفلاميشن كنا خدنا نوع من انواع الكرونيك انفلاميشن اسمه جرانيولوما، فاكرينه؟ الناس اللي خدت انفلاميشن في كرونيك انفلاميشن كنا بنقول عليه كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن اسمه ايه؟ جرانيولوما. الناس اللي ما خدتش انفلاميشن تفوت المثال ده دلوقتي لحد ما نفهم يعني ايه جرانيولوما. انما الناس اللي خدوا انفلاميشن فاكرين الجرانيولوما كان شكلها ايه؟ كانت دايره صح؟ مين اللي في النص؟ الايريدنت. حواليها كولكشن اوف ايه؟ كرونيك انفلاماتوري سيلز اللي هي مين؟ ماكروفاج، ليمفوسايتس، بلازما سيل. وكل ده كان متقفل من بره بايه؟ بفايبروز. مش دي جرانيولوما؟ اهي الراينوس كيلروما دي جرانيولوما بتيجي في المناخير، دي بكتيريا الجرانيولوما بتيجي في المناخير. هناخدها بالتفصيل ان شاء الله في شابتر الريسبيراتوري في الترم الثاني، بس هي هتقابلني في السيل انجري في موضوعين. ده اول موضع، احنا قلنا اي جرانيولوما سواء راينوس كيلروما او غيرها الليجن بيبقى في النص حواليها ماكروفاج ليمفوسايتس بلازما سيلز وكل ده متقفل من بره بفايبروز. فالراينوس كيلروما في حاجه مميزه قوي بتحصل، ايه هي؟ ان الماكروفاج البكتيريا بتعمل فيها هيدروبيك ديجنريشن. يبقى في مرض الراينوس كيلروما لما اجي ابص على الجرانيولوما دي تحت الميكروسكوب الماكروفاج ما بتبقاش طبيعيه، مش زي اي ماكروفاج. الماكروفاج بتبقى منفوخه ميه بيحصل فيها هيدروبيك ديجنريشن. ساعتها الماكروفاج ده بيطلق عليها لقب الميكوليكز سيل على اسم العالم اللي وصفها، الميكوليكز سيل. ودي ذا موست كاركترستيك سيل في مرض الراينوس كيلروما. يبقى لو جالي وقال لي يعني ايه ميكوليكس سيل، هقول له ده هيدروبيك ديجنريشن بيحصل في الماكروفاج في مرض مين؟ مش في اي جرانيولوما، في مرض الراينوس كيلروما. الراينوس كيلروما زي اي جرانيولوما الليجن حواليها خلايا وحواليها من بره فايبروزس. في الراينوس كيلروما الفرق ان الماكروفاج دي بيحصل فيها هيدروبيك ديجنريشن، بتتفخ ميه بسبب البكتيريا. هي تفاصيل الكلام ده في الترم الثاني مش دلوقتي، انا عايز اعرف المثال بس. الماكروفاج اتنفخت ميه هيدروبيك ديجنريشن بيطلق عليها لقب الميكوليكزيس. انا اقف عند هذا الحد، المواعيد ثاني